تروج موظف العمل السياحه. طبعا هاي مشاركه الاولى في المهرجان، بس شاركنا من قبل في منتدى الجزيره اللي صار العام في شهر 5. وطبعا دورنا هنا في المهرجان ان نوزع بروشورات على السياح، بما ان مهرجان يعتبر مهرجان ثقافي، وعاده السياحه انواع، سياحه رياضيه وسياحه ثقافيه وسياحه ترفيهيه وسياحه تعليميه وسياحه علاجيه. طبعا يعتبر هذا المهرجان من انواع السياحه الثقافيه، وشاركنا في المهرجان علشان نعطي للسائح فكرة عن دولة قطر، إيش الأماكن السياحية. نقوم في المهرجان بتوزيع بروشورات وخرائط وسيديات عن دولة قطر على الأماكن السياحية، نعرف السائح بدولة قطر. وستاندنا مسوينا ستاند تراثي علشان السائح